اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انتم متعودين معانا في ختام الاسبوع دايما في حلقه يوم الخميس، اخر فقره بتبقى فقره النقاد الرياضيين والاعلام الرياضي ووجهه نظر الاعلام الرياضي فيما يحدث على الساحه الرياضيه. وبالطبع خلاص احنا داخلين بقى في استئناف مشوار الدوري العام، اتلعبت عدد او حزمه من المباريات خلال اليومين الماضيين. انطلاقه افريقيه للاهلي ان شاء الله ابتداء من الغد، مباراه النجم الساحلي والاهلي في الدوري المجموعات دور ال16. لذلك في تفاصيل كتير هنتكلم فيها، في امور متعلقه بالدوري المصري في المرحله القادمه، البطوله الافريقيه ونظامها الجديد، القيد في المرحله القادمه، النجم الساحلي والاهلي والصحافه التونسيه قالت ايه، الصحافه المصريه والاعلام الرياضي في مصر تعامل مع هذه المباراه ازاي. كل هذه التفاصيل هنتكلم عليها مع ناقدنا الرياضي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي بجريده الشروق. منور الدنيا يا خالد، ازيك؟ ربنا يكرمك يا محمد. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. تحب نبدا منين؟ من اي مكان انت عايزه. من اي مكان. طيب نبدا بالحدث الاهم، مباراه النجم الساحلي والاهلي غدا ان شاء الله في استاد رادس. اولا الاعلام اهتم بفكره المباراه في رادس مش في سوسه، ولا الاعلام نظر للمباراه ازاي؟ لا، الاعلام نظر للمباراه ان هي مباراه في مستهل مباريات النادي الاهلي في دور المجموعات، مباراه مهمه مع خصم مش سهل. مش بعترف انا بحته ان النادي الاهلي التاريخ والمواجهات مع الانديه التونسيه هو الموضوع اللي بيكون فاصل او بيكون يعني ترتكز عليه في المباريات اللي بتلعبها، لا دايما بتشوف ان المباريات بتحسم في الملعب بالجهد بالعرق بالتفكير بالتخطيط، بانك بتشوف الامور ماشيه ازاي في الملعب بتركيزك، كل ده هو ده المفروض انك تركز فيه او انك تشوف الموضوع ماشي ازاي. ولكن قصه التاريخ وقصه ان الملعب رادس او ملعب مش هتفرق كتير، النادي الاهلي لعب في الملعب ده ولعب في الملعب ده قبل كده، لكن انك بتدرس المنافس بتاعك ازاي هو ده الاهم في الموضوع. طيب الناس سخنت ان في بطوله افريقيه هتبدا للانديه ولا لسه الناس ما دخلتش في الاجواء؟ توقف الدوري اضر الناس كتير، اضر الفرق كتير، كل الفرق حتى في الدوري اضر الفرق. دايما في اي توقفات طبعا باستثناء النادي الاهلي اللي هنعتبره دايما بيبقى حاله متفرده او حاله شاذه في الموضوع، دايما اي توقف لاي دوري بيعمل قلق اكتر في الفرق الكبيره. يعني لو جيت بصيت على عوده الدوري المصري، لو جيت بصيت على الزمالك هتلاقيه اتغلب من انبي، لو بصيت على بيراميدز هتلاقيه اتغلب تعادل مع اسوان. فدايما لما بتلاحظ لما التوقف بيطول الفرصه بتبقى اكتر للفرق الوسط او الفرق الصغيره، انما الفرق الكبيره دايما لما بتكون ماشيه على نسق معين النسق ده بيتكسر. الا اذا دخلنا، لو اتكلمنا بقى عن النادي الاهلي الامر مختلف، يعني زي ما قلت لك في بدايه كلامي النادي الاهلي هنا حاله شاذه، لان حقيقي المدير الفني فايلر نجح انه يخلق دوافع كبيره للفريق، نجح انه يحافظ على النسق بتاع الفريق وده مهم جدا. بس عشان نخلينا في النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، هو ان دايما الفرق الكبيره هي الاكثر تضررا من اي توقف للدوري. ده شيء معروف يعني. تمام اوكي. طيب الجزئيه بقى المتعلقه بالمباراه نفسها بالنسبه لفريق النادي الاهلي، تلاحظ ان القائمه اللي كانت موجوده في مباراه الجونه هم ال 22 لاعب اللي سافروا في مباراه النجم الساحلي، ده حللته ازاي او شفته ازاي؟ ان الراجل كان بيفكر في المباراتين ولا بيفكر في المجموعه اللي هتشارك في الجونه عشان يحضرها بشكل ايجابي لمباراه النجم؟ وكمان كانت في لعيبه كان على الدكه، البعض كان بيتوقع انها تبدا في التشكيله الاساسيه، فكل هذه الامور حللتها ازاي في الساعات الاخيره؟ هاخد من كلامك حته ان الناس كانت بتتوقع ان بعض التشكيلات المعينه او الحاجات المعينه بالنسبه للنادي الاهلي، وكان في مفاجاه ان هو ده مش هو ده اللي حاصل. تمام. ليه؟ لعده اسباب. كل اللي حصل في المباراه وكل المحللين وكل واحد كان مستني النادي الاهلي بعد فتره غياب طويله، كله كان متوقع مثلا ان حسام عاشور هيلعب ديفندر، ان احمد فتحي هيلعب ديفندر، كله تفاجأ بالتشكيل. مظبوط. ده يقول لك ان فايلر من نوعيه اللي هي ما بتعترفش بالقوالب الجامده، ما بتعترفش بالثوابت في الملعب، دايما عنده مرونه تكتيكيه وشيء وليه رؤيه مختلفه للعيبة النادي الاهلي. وده اللي بيبان، عشان كده دايما بقول لك اي تشكيله واي خطه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه بحسب التفكير الخططي لفايلر هتحس ان هو مفاجاه بالنسبه لك. دايما المفاجاه مش هتبقى في مباراه او مباراتين، هو راجل بيلعب حسب مجريات الامور وحسب الفريق اللي قدامه في بعض الاحيان، لكن هو بيشتغل على نفسه في الاحيان اكتر، بمعنى ان هو
عايز يطبق فكره، والفكره دي انا قلتها قبل كده، ان هو يطبق فكره الكتله الواحده او الوحده الواحده. دايما لما الكره تكون معاك الفريق كله بيتحرك وحده واحده في الهجوم وكذلك في الدفاع. كان البعض بيقول في الاول ان فايلر مش هيقدر ينفذ ده على المدى البعيد علشان لياقه لاعبي النادي الاهلي او لياقه اللاعب النادي اللاعب المصري عامه ما بتستحملش ده او لا تستوعب ده. لكن مع سير الامور ومباراه تلو الاخرى لقينا ان النادي الاهلي قادر انه يعمل ده، قادر انه يعمل ده بشكل كويس جدا كمان، قادر انه يهدف، قادر انه يكون عنده غزاره تهديفيه. وهي دي نتائج الوحده اللي بقول لك انك دايما بتكون حاصر الفريق اللي قدامك في منطقه جزائه. علشان كده بيكون عندك عناصر، انت كفريق منافس ما بتكونش عارف النادي الاهلي هيهاجمك منين، هيهاجمك عن طريق حسين الشحات ولا هيهاجمك عن طريق قفشه ولا عن طريق رمضان صبحي ولا عن طريق المهاجم اصلا ولا عن طريق الظهير. كل الفرقه بتلاقيها بتدخل منطقه الجزاء، عشان كده دايما بتلاقي الاهداف قليله شويه بالنسبه للمهاجمين، لكن كل الاهداف جايه عن طريق حسين الشحات، رمضان صبحي، الاطراف بيجي عن طريق العمق. ليه؟ ده نتيجه ليه تفكير فايلر لخطه النادي الاهلي. طيب هل الاعلام قرب من ريني فايلر بشكل ايجابي بشكل قوي؟ لان دايما الجمهور بيتوقع او الجمهور بياخد الانطباع بتاعه من اللي بيتكتب في الاعلام، من اللي بيتقال في البرامج، من اللي بيتكتب في الصحافه، اللي بيتكتب على المواقع السوشيال ميديا. هل ده حصل ولا الجمهور اصلا قرب من فايلر من خلال ال 90 دقيقه بس؟ ودي هتبقى رؤيه جديده للصوره الايجابيه اللي ممكن الجمهور ياخد فيها انطباع عن اي مدرب بعيد عن الاعلام وعن السوشيال ميديا. جمهور الاهلي جمهور ذواق للكوره، بيحب الكوره الحلوه. جمهور الاهلي كان النادي الاهلي بيكسب الدوري مثلا لو لعب 3 4 مباريات في الاخر او 5 6 مباريات بمبدا، وده حصل مع لسارتي على فكره، بمبدا اللي تكسبه العبه، اللي هو انا كسبت خلاص احافظ واطلع بنتيجه كويسه. طبعا هو عمل مباريات كويسه، لكن كان في بعض المباريات الاداء التكتيكي فيها مش عاجب جماهير النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي خارج الدوري بس مفيش لمسه جماليه، مفيش غزاره تهديفيه. عشان كده الجمهور الاهلي بيحب اللعبه الحلوه زي ما بقول. هو شايف ان ده موجود مع النادي الاهلي في ظل وجود فايلر، شايف كره هجوميه بيقدمها، شايف في شخصيه كبيره، شخصيه النادي الاهلي هو المسيطر اللي هو له اليد العليا في الملعب. دي شخصيه كان جماهير الاهلي وحش جماهيره انه يكون بالشكل ده. فلما لقيوا ده موجود في فايلر، اكيد انا شايف ان في حاله من الحب المبكره بدات من جماهير النادي الاهلي لفايلر، لكن له ما يؤيده. يعني هذا الحب له ما يؤيده من جماهير الاهلي لفايلر. بس مش مستغرب ان المره دي الطريقه مختلفه، ولا هو عصر جديد بالنسبه لحب الجماهير او متابعه الجماهير للكوره؟ لان مانويل جوزيه لما قرب الجمهور بدايه ما كانش من خلال الملعب قوي، كانت من تصريحاته، من تريكاته كده مع عدد من اللعيبه مثلا بالاخبار اللي بتتكتب. فايلر تصريحاته انا ما بشوفهاش خالص، قليله جدا، حتى تصريحاته طبيعيه هاديه، مش فيها النوع الاجريسيف او التصريح اللي ممكن يسمع مع الجمهور بشكل قوي. خليني اكون واضح معاك في الحته دي. اول ما النادي الاهلي تعاقد مع فايلر كان حتى ناس بتقول لك يعني هو ده اللي هيكشر في لعيبه الاهلي، هو ده اللي هيقدر يحكم الفريق المدجج بالنجوم ده، الثوابت اتغيرت، هو ده اللي هيعرف يقول لده انت هتقعد على الدكه، وده اللي هيقول لا انت هتكمل، وهو اللي يقدر يخلق الدوافع. اهم حاجه هي السيطره على غرفه الملابس زي ما بقول، السيطره على الغرفه، على البدلاء. ده اهم حاجه، انك تقدر تخلي البديل او مش بديل، العنصر اللي ما بيشاركش بشكل اساسي على طول انه جاهز في اي فتره انه ينزل الملعب. فلما بمرور الوقت لقينا ان الموضوع مختلف، مش ان هو ما بتحكمش بالشكل او لا، هو هادي الطباع يبان لك ده، لكن هو حازم جدا، وده اللي انا اعرفه، حازم جدا في امور كتير جدا، وكل ما يهتم بادق التفاصيل، كل ما يتعلق بعمله هو عارفه كويس جدا ومهتم بيه كويس جدا. سواء معارين او موجودين او بدلاء، هو عارف كويس جدا بيعمل ايه، كل التفاصيل هو حاطط ايده فيها، كل التفاصيل وده على فكره ده ميزه. هو كان في بالنسبه لفايلر مجله فرنسيه سويسريه عملت معاه يوم معايشه هنا في التيتش، بداوا من اول ما كان في الفندق لحد نهايه اليوم، وحكوا يعني مش فاكر الاسم بالظبط، بس حكوا ده بالتفاصيل يومه بالتفصيل الممل، ولقوا وكتبوا ده ان هو بيهتم بادق التفاصيل. حتى حكوا بعض المواقف
او الكلام مع بعض اللاعبين في الفريق، لا واضح ان هو عارف كويس جدا بيعمل ايه، عارف ان هو ده الحوار اللي كان فيه جزئيه التصريح بتاع احمد فتحي تقريبا، وهو كمان مفيش حاجه بالنسبه له صدفه لما قال لك لقيته بيتكلم معايا في تفاصيل جوه المباراه، رغم ان انا عملت ماتش كويس بس اتكلم معايا في تفاصيل انا بقيت مقتنع ان الماتش الجاي لو قعدت الراجل ده فير. طبعا هو ما بقول لك هو مش واخد حاجه بالصدفه، يعني هو مش بيمشي الحاجه بالفهلوه زي ما بيقولوا، لا كل حاجه مدروسه، كل حاجه سويسري ساعه بالظبط يعني ساعه يعني. طيب كل الكلام ده كويس جدا يا جماعه، والموسم لسه طويل، انا برضو عشان سقف الطموح والكلام ده انا بقوله من اول يوم الراجل متولي فيه المسؤوليه من يوم 2 سبتمبر، قلت مشروع للمستقبل ومشروع ان شاء الله هينجح باذن الله، والبدايه موفقه حتى اول 7 مباريات ما بين افريقيه ومحليه ومباراه سوبر عمل نتائج ايجابيه، ونفس الرقم اللي كان حققه مانويل جوزيه في اول قياده فنيه او ثاني قياده في موسم 2004 2005. لكن الجوزيه بقى العنوان اللي انا عايز ابرزه، دايما الاعلام بيقول اول اختبار افريقي، اول اختبار هام، مباراه خارج الارض، الاهلي اخر 4 5 سنين في بطوله افريقيا ما بيحققش نتائج ايجابيه خارج مصر، هل ده منطقي ان يتقال على فايلر في التوقيت الحالي فكره اول اختبار، ولا الاعلام ممكن يشوف المساله دي ازاي، لان مباراه النجم الساحلي الناس شايفاها باطار مختلف تماما عن السبع مباريات اللي فاتوا، وانا شايفها ان هي في اطار مباراه من ضمن المباريات اللي الاهلي بيأديها في الموسم. والله بص هقول لك على حاجه، دايما حتى والكلام ده بيتم تداوله ويقول لك هو الاهلي لسه ما قابلش فريق قوي لحد دلوقتي، وان كل اللي حصل ده ما تحكمش عليه، ما تحكمش على فايلر بيه. خليني اقول لك حاجه ثانيه، لو فايلر او النادي الاهلي خسر ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه طبيعي يحصل ده في الكوره، لا من الماتشات اللي كسبها من الماتشات اللي فاتت كان الوضع هيكون عامل ازاي. في ناس بتنكر على بعض، على بعض حتى الصحفيين المنتمين للنادي الاهلي او بيشجعوا النادي الاهلي او، وده وارد على فكره، سيبك من قصه، انا واحد من الناس بعتبر ان قصه انك تقول لي الاعلام المحايد دي مش موجوده في العالم كله على فكره، موجوده بره اصلا، مش موجوده في العالم كله على فكره، عندك اكبر مجلتين في اسبانيا دي محسوبه على الريال ودي محسوبه على برشلونه خالص طبعا مش موجوده، والدعاء المثاليه اللي عند البعض ده مش موجود، خاصه لما الموضوع يجي في ملعبه فبتلاقي حد تاني خالص. خلينا نقول ان فايلر نفسه لو خسر ماتش واتنين كنت هتلاقي هجوم وانه لا يستحق انه يكون موجود في النادي الاهلي، هناك بقى من ينكر على من يرى ان فايلر مشروع كويس يقول لك لا هو لسه في حين ان هو لو كان خسر ما كانش هيبقى لسه يعني هو لو كان خسر اي مباراه من المباريات اللي هو لعبها هيقول لك لا خلاص ده لعب بقى له 7 مباريات وبقى له اكتر من شهرين ولا 3 شهور مع الفريق، انت بتتكلم ازاي؟ واخد بالك؟ هنا في اختلال في المعايير، عشان كده دايما ازدواجيه، عشان كده قلت لك اول اختبار مباراه بجد، لا عشان كده بقول مباراه خارج مصر، عشان كده بقول لك هتحكم، احكم زي ما انت شايف بالمعطيات الموجوده قدامك، فريق ما فيش حاجه اسمها اساسي وبديل، زمان كان بيقول لك ان في لاعب ما عندوش ملوش بديل في النادي الاهلي، ده كله معروف وفي في معروف ان في لاعب ملوش بديل، دلوقتي هل تقدر تطلعني من الفرقه حد لاعب ملوش بديل؟ لا كله ليه بديل، اذا كان اللي قال على عبد الله سعيد ملوش بديل قال على محمد صلاح عنده اكتر من بديل، انا بقول لك كله في الفريق له بدايل، ده مش تقليل من حد سابق ابدا، ولكن دايما انا بشوف ان اللي ملوش بديل فعلا حاضر وجاهز هو المدير الفني. هو المدير الفني، هو اللي بيقدر يطوع كل الامكانيات اللي موجوده قدامه، بمعنى انك لو انت بتعتمد على لاعب مثلا في خطه معينه ان هو ده البلاي ميكر بتاعك، انت ممكن تغير الخطه كلها عشان لاعب مش موجود. ده دورك، دورك انك تبدع وتبتكر وانك تستخدم الادوات اللي موجوده، مش دورك انك تحط 11 لاعب وتقعد على الخط تتفرج، لا مش هو ده دورك. عشان كده بقول لك اي حد هيتكلم على فايلر يقول لك بقاله كم مباراه مثلا فازها او كسبها ده مش معيار، قول له لو كان خسر كنت هتقول كده؟ كنت هتقول اديله الفرصه واديله الوقت، ولا كنت هتقول انه بقاله وقت طويل؟ هنا مش مكان للدفاع عن حد، او انا بقول لك نمجد لا نمجد في حد، طالما راجل شايف شغله كويس وبيعمل اداء ونتائج كويس حاسبه على ده، ما تقولش اصل لو كان اصل وما كانش، لا حاسبه على النتائج الموجوده وعلى الاداء اللي ظاهر وعلى المعطيات اللي كانت موجوده عنده. قبل مباراه الجونه كنا بنقول الاهلي هيلعب مين في خط النص وعنده ازمه، وحمدي فتحي ومحمد محمود وديانج مصاب، هيلعب بمين؟ كله تفاجأ بالمنظر الموجود، مفيش حد توقع
خطه النادي الاهلي في المباراه. وعلى فكره ولما اعلنت الخطه او اعلن التشكيل محدش كان عارف، ما كانش حد عارف الترتيبه جوه الملعب ازاي بالزبط. ولما الترتيبه دي بانت في الملعب البعض شك وقال لك الاهلي ممكن يخسر النهارده، ده كده. انما الاهلي كسب اربعه، كسب واداء ونتيجه. تلاقي اللي يقول لك اصل الجونه فريق مش مقياس، الجونه مش مقياس، الزمالك مش مقياس، الانتاج الحربي مش مقياس، اسوان مش مقياس. طب ده اجيب لكم منين؟ يعني نطلع يعني النادي الاهلي يلعب بره مصر، يلعب في دوري غير مصر عشان يعني يحترف؟ النادي الاهلي يطلع يحترف عشان الناس تعترف ان في شغل بيتم على ارض الواقع وان في لعيبه موجوده من النوع اللي يليق بالنادي الاهلي؟ خلينا كل هو ده اللي بقول لك المفروض المعايير اللي يتم الحكم بيها. انا بقول لك ولو جيت هنا ضيف في مكان وكان بيأدي البطولة. وياما بدأ بطولة بنقطة من مباراتين وأحرز الكاس. ده ردا على اللي بيقول لك اختبار لفايلر. لا مفيش حاجة اختبار، في حاجة اسمها احتكاك قوي أقول لك أه، في حاجة أقول إن مباراة قوية أقول لك أه، حاجة تقول لك لا بص دخل في الأجواء. هو طبعا هو فايلر دخل في الأجواء، الراجل المفروض باللي بيحصل في الملعب وإنه يقول لك إن مفيش أساسي وفي بديل. لا الراجل ده عرف كل وامتلك كافه ادواته، واللي يقول كده غير كده يبقى راجل مش منصف. لا ما يعني كمعرفه عايز اقول لك ان اكتر واحد مستفيد من فتره التوقف دي، سيبك بقى من اي كلام ممكن يتقال كليشيهات، اكتر واحد المفروض يكون استفاد وواضح استفادته من فتره التوقف هو فايلر. هو مش معاه اكتر من نص التيم طبعا، بس راجل عرف المجموعه اللي موجوده معاه. يعني مثلا واحد زي وليد سليمان لعب اساسي المباراه اللي فاتت، ودي اول مره تقريبا يلعب مع فايلر، يلعب اساسي مع فايلر، في حين ان في بعض الناس تقول لك هو وليد سليمان هيكمل ولا مش هيكمل، هنجدد له ولا مش في النادي الاهلي. بعض الجماهير انا وبعض الناس بتقول لك هيجدد. وليد سليمان لاعب لا غنى عنه، احمد فتحي لاعب لا غنى عنه، شريف اكرامي لاعب لا غنى عنه، حسام عاشور لاعب لا غنى. مفيش فريق بيقوم على شباب بس، ومفيش فريق بيقوم على كبار بس، لا دايما الفرقه الكبيره بتجمع ما بين عنصر الخبره وعنصر الشباب. وما تنسوش في 2012 لما الاهلي لعب الترجي في رادس وفاز بالبطوله الافريقيه، وكان ابو تريكه قاعد على الدكه، تريكه وبركات كانوا على الدكه، على الدكه، واللي كان بادئ الهجوم ساعتها جده والسيد حمدي. لكن وجود ابو تريكه نفسه على الدكه ومحمد بركات على الدكه ده بيدي تقل للفريق. ده يعني اي ده الاهلي طبعا، ده اللي انا عايز اوصله للناس، ده الاهلي. ففكره لما تسمع او تقرا منشيت اول اختبار ارمي ورا ظهرك، لان لسه الموسم طويل والاحتكاك في كل مباراه زي بعضها، المباريات كلها زي بعضها، الجونه زي النجم الساحلي زي اسوان زي الهلال السوداني، هي كلها مباريات. الاهلي عايز يكسب كل المراحل دي لانه في النهايه عايز يوصل انه يكون بطل الدوري، بطل دوري ابطال افريقيا، فالتقييم يكون على الموسم والمرحله كلها مش مباراه. عايز اقول لك مباراة. انا عايز اقول لك حاجه، احنا المطالبه اللي احنا بنطالبها ديت هي مش مطالبه للاعلام على فكره خالص، يعني هي مطالبه مش للاعلام، لا لا هي مطالبه مع الجماهير، لا 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 هي بالعكس هي مطالبه للاعلام ومش مطالبه للجماهير. واقول لك ليه، جمهور الاهلي بقى واعي بطريقه انا ما كنت، على فكره انا دايما شايف ان جمهور الاهلي جمهور واعي وجمهور مثقف، لكن في مواقف حصلت الفتره اللي فاتت خاصه امبارح تقريبا او اول امبارح بان فيها وعي جمهور الاهلي بشكل
انا ما كنتش متخيله بصراحه. وقفته في ظهر النادي مش ممكن يعني. زمان مش جمهور الاهلي بس، اي حاجه بالشكل ده بتطلع او اي خبر، اي خبر كان بيطلع سلبي ويهدف لحاجات معينه الجميع يعلمها كويس، كان بتلاقي ممكن يكون في انقسام يعني بنسبه 50% الجمهور مصدق و50% مش مصدق، او 60% مش مصدق و40% مصدق. لكن من خلال متابعتي للموضوع هو موضوع مؤمن زكريا، تمام، ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامه وان شاء الله ويرجع يكسر الدنيا تاني. مؤمن لاعب محترم وان شاء الله ياما فرحنا كتير وان شاء الله يرجع بالسلامه باذن الله، دعواتنا ليه. اللي حصل من جماهير النادي الاهلي بالنسبه لي كان مفاجاه الحقيقه، لان شفت الحمد لله متابع بشكل كبير السوشيال ميديا، متفاعل معها بشكل كبير، كميه وعي. اول واحد كان بيدافع عن النادي الاهلي مش اعلامه مش مسؤولي، لا هم الجماهير، هي الجماهير اللي بتصدق اللي ما تصدقش على ناديها ان ممكن يبيع اي مبدا من بدا من مبادئه، هي دي الجماهير الواعيه بجد. عشان كده بقول لك في وعي اختلف، والوعي جماهير النادي الاهلي اختلف. طبعا ده مش تقليل من الوعي السابق ليهم، ولكن لا بس عشان الامور اختلفت عن الاول. امور لا جماهير النادي الاهلي عارفه بتتعامل مع مين كويس، عارفه بتتعامل مع اداره كانت في مواقف صعبه كتير جدا مرت بيها، كان تكاتفت عليك وتكاتلت عليك العديد من العوامل السلبيه الموسم اللي فات، ونجح النادي الاهلي انه يعبر من كل الازمات دي منتصر. حقيقي. فدي كانت سبب من اسباب زياده ثقه الجماهير في النادي الاهلي، وان النادي ده على مدار تاريخه عمره ما تخلى عن حد، خاصه لو كان في حاله صحيه مثل حاله مؤمن زكريا. فبالتالي لما نيجي نوجه رساله، نوجه رساله، ما انا اعلامي بقول لك يعني، لا نوجه رساله للاعلام. الاعلام ان هو لابد ان احنا نحكم، مش هقول لك بمعايير ثابته، لكن بمعايير تقترب من الموضوعيه. كمان مش بقول لك ايه، تقترب الموضوعية. من الموضوعيه، لان زي ما بقول لك انت مؤمن بفكره مفيش حاجه اسمها اعلام محايد. بس مؤمن بفكره ان اللي عندنا في بعض الاوقات ان المنطق انتحر يا محمد. مفيش منطق، مفيش منطق في التعامل، مفيش منطق اساسا كمان في تناول الخبر وتصديقه خالص، مش حتى في اللي انت تناقش الخبر، لا في تصديق الخبر والمعلومه نفسها خالص. لان كمان الخبر هو بيتقال، الخبر عنوانه متضارب مع تفصيلته. هو انا مش عايز اخلي الموضوع، انا بتكلم بشكل عام، طبعا بتكلم على حاله أنا كيس واحده. انا واخد حاله قريبه بقول لك فيها، لما هنيجي نوجه رسائل بعد كده هنضطر ان احنا نوجهها للاعلام مش العكس. المفروض طبيعي ان الاعلام هو حامي المبادئ، حامي الروح الرياضيه، هو المحرك الاساسي لاي شيء يدعو الى نبذ التعصب ويدعو الى عدم التفرقه بين كل الناس، مش انه ياخد او يكون سبب في اختلاف مشاكل ده ابدا. مش دورك، ده مش دورك، لا دورك على فكره. اللي هتقول لي مش دوري احل مشاكل مش مطيبات، لا انت دورك تنقل الواقع كما هو. طيب. ده دورك. تمام. طيب واحنا بنتكلم عن الاعلام النهارده، الصحافه التونسيه والاعلام التونسي كان بيتكلم النجم الساحلي بيستعد ازاي لمباراه الاهلي، واتنشر الخبر بس ما اتشرحش للناس ازاي، وده برضه عمل بلبله وخلى بعض الناس ما تبقاش فاهمه القيد او القيد الافريقي. وانا حتى كنت معاك قبل الهوا بنقرا الخبر، بس بعد كده تابعت وقريت تفاصيله، ان في لعيبه مقيده في القائمه المحليه مع النجم الساحلي. القيد الافريقي بدا من 15 نوفمبر لغايه نهايه يناير، فطالما القيد المحلي مغلق والتيم اس مش شغال، فما ينفعش تأيد لعيب في القائمه المحليه عشان تأيده افريقيا، لكن ينفع تأيد لعيب في القائمه المحليه هو مقيد عندك محليا تأيده افريقيا. ده حصل مع اثنين لعيبه. بس الاعلام لما نقل الموضوع ما شرحش للناس، فالناس توهمت او افتكرت ان حصل فتح للقيد استثناء عشان الفريق المنافس يقيد عدد من اللعيبه. هي برضو فكره الوعي اللي انت بتتكلم عليها. ما هو اللي بينقل الخبر، زي ما بقول لك اللي بينقل الخبر لابد ان ينقله بتفصيلاته، لازم، انما ما يوجهوش في اتجاه واحد على فكره. هي عشان القارئ ما ياخدوش في اطار ان لا ده ايه ده في ايه ده ازاي. مؤامره والكل يتكاتف. لا مش كده خالص. ما بقول لك مش هو ده دورك، دورك انك تنقل زي ما قلت لك، تنقل الحقائق زي ما هي وتوضح. لو انت شايف ان في حاجه مستاهله انك توضحها لازم توضحها. انت نفسك لما تحس في احيانا لما بيجي لنا خبر وبنحس ان احنا ريحته كده مش لا او غامض بالنسبه لنا وبندور على ان احنا نفهمه، اكيد مش المفروض ان احنا ننزله زي ما هو جاي لك. لا طبعا.
ما طبيعي انت كصحفي خدت وقت انك تفهمه، مع احترامي برضو مع القارئ لازم توضح له انت اكتر منك، لانك انت خدت وقت شويه انك تفهمه. امانه نقل الخبر والمعلومه ما بتسمعهاش كتير الفتره الاخيره انت. ما بشوفهاش، بسمعها بس ما بشوفهاش. حقيقه. بص في الحق يعني ممكن هقول لك اللي عايز يزعل، مش هقول لك انه يزعل، بس يراجع نفسه قبل ما تزعل من الحق اتبعه، قبل ما تزعل من ان حد بينتقد شغلك طب تخلي شغلك كويس. لان في حاجات كتير جدا، في ناس كانت بتقول لك ايه اللي يعمل فتنه في حوار او موضوع، انا مش عايز اتطرق الموضوع كتير، خلينا نتكلم في مباراه النجم. مباراه النجم مباراه قويه، مباراه صعبه، مش اختبار حقيقي لفايلر لا خالص، هو محق قوي، هو بننتظر ان النادي الاهلي يكون انطلاقته نحو اللقب اللي استعصى شويه على الفريق الفتره اللي فاتت، وده وارد برضو، واحنا مستنيين بقى، بس هو اللقب اللي احنا مستنيينه منتظر انك تحققه بانطلاقه قويه، واحنا واثقين في لعيب النادي الاهلي، نملك من الخبرات ما يؤهلنا ان احنا نطمح ونطمع في تحقيق الفوز وباداء كويس، نملك من الاداره الفنيه مدير فني واعي واثبت الفتره اللي فاتت انه قادر انه يقود الفريق في ظروف صعبه، في غيابات كتيره، اصبح وانت قاعد عارف ان مفيش اساسي ومفيش بديل، اصبح انك وانت كمدير فني منافس مش عارف النادي الاهلي هيلعبك بانهي خطه وانهي تشكيله. وعلى فكره دي مدارس، في مديرين فنيين زي كلوب مثبت تشكيلته طول الموسم، واي تغيير بيتم فيها بيكون يا اما الروتيشن البسيط يا اما ان في لاعب عنده مصاب، وفي مدارس ثانيه بيحط حوالي 6 أو 7 لعيبه وبيلعب في الباقي اللي بيخدم اهدافه. ما انت ممكن 4-1-4-1 مش 4-4-2 4-3-3 ممكن ده يتم في كل الاوقات تمام، لكن ايه اللي يحافظ لك على الطابع والنسق العام بتاعك ان انت دايما متسيد؟ انت ممكن تلعب بخطه يبان ان هي دفاعيه وتضمن لك انك تكون متسيد المباراه. هو ده اللي بيعمله فايلر. لو قعدت تقرا الخطط هتلاقي ان مباراه عكس مباراه تانية او بخلاف مباراه تانية، على الورق بتلاقيها ارقام مختلفه عن اللي احنا بنعرفها، على الواقع بتلاقي النادي الاهلي كله قدام في الهجوم تمام. طيب بكره ممكن يكون فيهم مفاجاه حلوه للجماهير، ارتداء تيشيرت جديد لون جديد؟ لا ما عندك معلومه؟ لا مش معلومه، هو يقال ان تيشيرت النادي الاهلي اللي هو الاسود تقريبا بكره، بس هو بكره الاجتماع الفني هيتحدد فيه كل الملامح دي، بس النجم بيلبس التيشيرت الاحمر، التيشيرت والشورت الاحمر، فالاهلي عنده لونين بديلين، مش عارفين بقى الاهلي هيلعب من واحد. هي لو حتى مفاجاه يعني تخليها مفاجاه، خليها مفاجاه. طيب اوكي. طيب في جزئيه متعلقه بتغيير الاجنده الافريقيه، وتغيير الاجنده الافريقيه ده ممكن يهدد نظام الدوري. الاول عندك معلومه جدول الدوري؟ جدول الدوري طلع ثانيه واحده بس، انت بتقول يهدد ايه؟ جدول الدوري. لا انت قلت نظام الدوري. ما هو جدول الدوري من ضمن النظام. لا ما هو فين النظام؟ لا ما هو كلمه النظام لا تتفق مع كلمه الدوري خالص على الاطلاق. لا قولوا يهدد الدوري اقول لك ماشي، لما يهدد نظام الدوري، نظام دي كلمه قويه جدا يعني، صعب ان هي تكون موجوده في الدوري العام يا جماعه. طيب ازاي؟ مش كلمه نظام. اختلف معاك. بيهدد جدول الدوري اللي لسه ما طلعش، اللي هو دايما مهدد. ده دايما الحاجه الحيطه المايله في العالم كله، ده دايما المهدد على طول، ده دايما اللي ما بتقوملوش قومه، في حين ان هو بيوحشنا يا اخي. الدوري المصري هو المفترى عليه دايما. هو اللي متاكل حقه دايما، هو اللي كده على طول. انت واخد بالك؟ وهو اللي دايما بيكون اكتر الكوميك موجود عليه على الفيسبوك، هو دايما بنسخر منه، لكن اكاد اجزم ان كل الجمهور المصري بيستنى الدوري وبيستنى انطلاقته وبيقعد يتفرج على مباريات الدوري. هو طب انت محتفظ بالجدول القديم ولا مستني الجديد؟ لا هو مع، مش هقول لك مش هظلم الاتحاد الموجود الحالي، هو مع اي اتحاد كوره موجود ما بيحتفظش باي جدول بصراحه. لا كل شيء قابل للتغيير خاصه في الدوري. طب انت شايف تغيير الاجنده الافريقيه ده انت تاثيره ازاي؟ لا اكيد هو الضغط اللي حصل ده بشكل غير طبيعي، اكيد هيحصل تغييرات في الدوري اللي ما اتعملش لسه. التغيير اللي ما اتعملش لسه. هي كلمه تغيير دي يعني كانت في حاجه ثابته وانا غيرتها. لكن انت بتقول تغيير على حاجه ما اتعملتش. ما هو في الاذهان بقى يعني. في يعني في ناس كده يعني المفروض ان هم يستقروا على المسابقه في اذهانهم وفي احلامهم تمام.
فيعني الحمد لله ان شاء الله يحصل تغيير في الحاجات اللي كانت في احلامهم باذن الله ان شاء الله. طيب الاهلي عنده اسوان او عنده قصدي الكاس بني سويف بعد مباراه النجم، وبعد مباراه الكاس عنده مباراه الهلال السوداني، يعني انت بتتكلم في ظرف اسبوع معروف مباراتين، لكن بعد كده محدش عارف الدنيا ايه. انت مصر؟ هل عندك معلومه ان يبقى في مباراه مؤجله الاول ولا مباراه دجله اللي هتتلعب؟ لما يكون السؤال ده طرحه الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل السفر لتونس. ما استاذ محمد انا مش هطرح موضوع كده الا لما يكون في استاذ محمد انت تسالني يكون عندك معلومه. لو اللي في ايده القرار عنده اصلا معلومه، يعني هو لو عنده معلومه كنا ممكن نتواصل معاه ونعرفها. يعني المنظم المسابقه لو عنده معلومه هو هيعمل المسابقه ازاي كنا سالناه، لكن هو لحد دلوقتي لسه ما يعرفش، فبالتالي مش هكون عندي معلومه لحاجه مش موجوده من الاساس. بس هي دي الفكره. هي الازمه ان احنا عندنا اولمبياد طوكيو في 7، فلازم الدوري يخلص في 6. مش الدوري ده، الدوري والكاس والسوبر. هو الازمه كده بس؟ طب ايه الازمه؟ الازمه ان احنا لازم، وهنا قلت وهفضل اقول، طول ما احنا بندير الامور بعشوائيه وبهدار بالشكل ده هيفضل عندنا الثابت الازمه، واللي يعني الثابت الازمه والاستثناء هو الانفراجه. انت فاكر اخر بيان للنادي الاهلي ساعه ازمه الدوري والمباريات المؤجله؟ مش هتكون، حابب اقول لك مش هتكون المشكله الاولى، ومش هتكون الصدام الاول بين النادي الاهلي وبين اتحاد الكوره. هو الاهلي مش صدام، بس الاهلي لا كان طالب نظام. النادي الاهلي النادي الاهلي انا ما بقولكش صدام وانا مش قاصد الكلمه، النادي الاهلي لابد انه يحافظ، هو دايما الجهه اللي بتحارب على تحقيق النظام، وهو دايما اللي بيتصدى وبياخد زي ما بيقولوا في صدره كل حاجه وبيتحمل كل حاجه. ولو تفتكر اللي حصل السنه اللي فاتت، اتحاد الكره طلع بيان طويل عريض قال لك النادي الاهلي كان عنده حق بس معلش ما عندناش وقت. فالنادي الاهلي لما بيطلع بيتكلم عن حاجه وبيقول لك انه بيصطدم للحق عشان ما حدش يجي بعد كده يقول له معلش انت كان عندك حق بس ما فيش وقت. هي الفكره كلها ان النادي الاهلي اصبح هو جهه زي ما يثار، وحابب اتكلم فيه هنا، زي ما صار عن موضوع الاستبدال، عن موضوع وجود استثناءات في الاستبدال. هو مش في نظام اتحط من اول الموسم ما ينفعش تاني نظام يا محمد؟ لا انا بتكلم سيستم متعلق بشؤون اللاعبين، مش بتكلم في نظام الاتحاد او نظام اللعبه. طب وبالنسبه لبعض الانديه اللي بتتواصل مع بعضها وعلشان في حد مثلا مصاب عنده رباط صليبي او ايا كان، فبيتواصلوا وبيعملوا تكتل كده مع بعض علشان يقدموا طلب للاتحاد برعايه نادي كبير، عشان يقدموا طلب لاتحاد الكوره ويقول لهم لازم احنا دلوقتي تضررنا من اللعيبه المصابه وهتغيب نهايه الموسم، لابد ان احنا نشوف حل في موضوع الاستبدال ده. نظام لا. ولما يطلع مش فير اساسا، وما يطلع زي ما بقول لك بعض البالونات في الاعلام في الاعلام ويتقال لك اكد مصدر مسؤول في اتحاد الكوره ان هناك اتجاه للموافقه على طلب الانديه، اتجاه وعلى فكره مواقع معينه ومش حابب اقول اسمها دلوقتي بس ممكن بعدين تتقال، مواقع معينه بتقال ان اكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكره ان هناك اتجاه بموافقه على طلب بعض الانديه علشان استثناءات اللعيبه المصابين بالنسبه له. ده برضه نظام ما ينفعش. دي كلها بالونات اختبار عشان يشوفوا رد فعل الانديه. وانت فاكر الانديه هتسكت؟ الانديه هتقول لك انت اشمعنى فتحت الاستثناء مثلا؟ هو ده المخطط بقى، اشمعنى فتحت عملت استثناء للانديه اللي لعبتها مصابه وما فتحتوش للعيبه الثانيه؟ انت عارف المشكله في فيجي اتحاد الكوره يقول لك ايه؟ ايه؟ خلاص طالما مش هيبقى لعيبه، مش الانديه اللي لعبتها مصابه بس، اتنين يا جماعه زياده لكل الانديه. ده مع النظام برضو؟ ده مش صح اصلا. ده مش صح اساسا. اولا في لجنه شؤون اللاعبين. طب لو حصل وحصل تغيير في لائحه القيد في يناير يبقى ايه الوضع؟ غير صحيح وغير قانوني. يخطط لكده؟ لا غير صحيح ولا غير قانوني. عارف انا بقول لك يخطط لكده، لو حصل وحبيت يعني تشتكي او تاخد حقك في الامور دي وتقول ده كده انت بتخالف النظام المسابقه، مش هتلاقي لجنه تشتكيها اساسا. لا وانت هتلاقي النادي الاهلي مثلا لوحده هو اللي بيعترض، وفي الاخر تيجي تقول لك هو النادي الاهلي بيصطدم باتحاد الكره ليه؟ مع اني عايز اقول لك على حاجه، انا ما بتكلمش بلسان النادي الاهلي، انا ما بتكلمش بلسان النادي الاهلي، بس انا عايز اقول لك على حاجه. ده اخلال ليه؟ تكافؤ الفرص، لان انا بدات الموسم باتفاق على ان قايمه 25 لعيب، 5 تحت السن، استبدال 5 لعيبه. خلاص اشتغلت بدايه الموسم على كده، اختم الموسم بده. انت تعرف لو عدلت في ده يبقى انا اخليت بدايه تكافؤ الفرص لصالح طرف. انت تعرف ان من ضمن الحاجات اللي دايره يقول لك طب النادي الاهلي السنه اللي فاتت ضم مش عارف في يناير 8 لعيبه. يا حبيبي هي اللائحه كانت كده. ما هي لائحه كده، هو الاهلي ما عدلتش للاهلي. انت عامل زي واحد بالظبط، واحد في الثانويه عامه جاب 96% والطب خد من 97،
تمام. السنه اللي بعدها الطب خد من 95، عايز السنه دي يقول لك لا عايز اخش الطب بتاع السنه دي. يا عم انت مالك، ده حاجه وده حاجه ثانيه. اقرر لك باللي انت بتحكيه ده، مش مستغرب ان الاتحاد الافريقي عامل قيد من 15 نوفمبر لغايه يناير. هو عمل ده ليه؟ لان جه في القيد اللي كان في الصيف اللي فات لما حصل تضارب بسبب كاس الامم الافريقيه في بعض الاتحادات، واتحادات شمال افريقيا اتضررت بهذا الموضوع لان كانت في مباريات كتير مؤجله لبعض البطوله وفي انديه ضغطت نفسها وعمل ربكه ودربكه في مساله القيد الافريقي. فقبل بدايه البطوله بعت منشور لكل الاتحادات الاهليه اللي انديتها بتشارك في البطولات الافريقيه، قال لهم استثناء لهذا الموسم قبل البطوله، 15 نوفمبر لغايه 31 يناير، بس بشرط ان اللاعب اللي يكون عندك مقيد محليا ايده افريقيا. ده قبل ايه؟ قبل البطوله. زي ما حصل مثلا هو من شهرين ثلاثه، زي ما حصل السنه اللي فاتت كان ليها نظام. الاهلي ما تغيرلوش النظام في نص الموسم عشان النادي الاهلي يلحق يظبط اموره. ما ينفعش يتغير اساسا، ما تغيرلوش، ما ينفعش يتغير. هو ما ينفعش انك تطرح اصلا الموضوع وتقول ان انا عايز اغير. على فكره النادي الاهلي، انا بقول لك هو النادي الاهلي حسابيا يعني لو تم التغيير هو مستفيد. هو النادي الاهلي لا يحق له دلوقتي انه يتعاقد غير مع 2 لعيب. لو بصيت على الفرقه وكام واحد مصاب، حمدي فتحي ومحمد محمود ومش فاكر، بس الفكره كلها دلوقتي النادي الاهلي اعتبر ان هو حمدي فتحي ومحمد محمود. طب ما هو ممكن لو قال لك عايز 2 لعيبه وفاير مثلا كان عايز 2 لعيبه، عايز يضم صفقات ثانيه، عايز يضم 4 مثلا هيقول لك انا مستفيد ومش هحارب وهقعد على الحياد. النادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما هيفضل، وانا واثق دي مش معلومه بقى، انا واثق ان النادي الاهلي زي ما كان دايما، وانا بقول لك صدامه ووقوفه علشان الحق هيقف برضه حتى لو كان لوحده في التبديل ده او الاستبدال ده برضه عشان الحق، حتى لو كان هو مستفيد. النادي الاهلي حتى لو مستفيد مش هحققه، وانا بقول لك انه مش هطبقه. مش مندهش شويه من فكره الصفقات والكلام ده، واساسا الجهاز الفني لسه ما بصش للملف ده؟ لان انا قلت الكلام ده حتى قبل كده هنا في الاهلي الليله، انا عايز لعيب في مركز المدافع، فجاه جات لي اصابه حمدي فتحي في نص الملعب ومعاه كمان اصابه اليو ديانج، هاجي في يناير اغير تفكيره ولا مش هغيره؟ لازم. طيب الكلام عن الصفقات من شهر مش من دلوقتي. بص هقول لك على حاجه، خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، ده بيحصل في كل حته يعني. لو انت بس غير واقعي، ما هو بيحصل في كل غير واقعي. بتكلمي في واقعي ونظام، هتكلم عن صفقات في يناير ولسه في شهر 10؟ ماشي، انت بتتكلم في واقعي ونظام، انت في رياضيه كامله ما بتعترفش بالكلام ده. احنا بنقعد فتره طويله بنفضل اقول لك على حاجه، قول ايه اللي بيحصل، ايه اللي انت انت شغال في المجال بقالك قد ايه؟ يعني 15 سنه. بقالك 15 سنه احنا بنتكلم في نفس الموضوعات، حاسس ان في حاجه اتغيرت؟ يعني بسيط. 15 سنه بسيط، تغيير نسبي بسيط. فيعني عايزين واحد يبقى كده، ده مش معناه ان احنا هنيأس ولا هنفقد الامل، لكن لما هنيجي نطلب منهم حاجات احنا بنطلب منهم حاجات امكانياتهم تسمح بيها، بس للاسف برضه ما بيعملوهاش. ما ده بينعكس على هو فكره انك تطبق حاجه او تعمل مسابقه منتظمه، دي حاجه كارثه. سهله جدا. طيب احنا بنطلب حاجه المفروض انها تتوافق مع امكانياتك، الا اذا كنت انت اصلا امكانياتك لا تؤهلك انك تعمل حاجه زي كده، دي تبقى كارثه كمان، كارثه اكتر. بس هي دي الفكره. علشان برضه كمان الكلام عن اتحاد الكره الحالي او اللجنه المؤقته التي تدير اتحاد الكره، احنا مش طالبين منهم المستحيل، لان هم قاعدين فتره بسيطه وهيمشوا، ومش مطالبين هم برضو ان هم يصححوا افات وحاجات بقالها وازمات بقالها متراكمه بقالها سنين طويله. انا اختلف معاك، لكن المطلوب انا لسه في لكن، لا بس لا لسه في لكن، كمل لكن، لسه في لكن. لكن المطلوب منهم ان هم يديروا الحاجه، يديروا الامور بمنطق وبعدل وبمساواه وبتخطيط وبتنظيم في الفتره اللي انت قاعدها. هل ده مستحيل؟ هل ده مستحيل انك تدير الامور بشكل منطقي؟ اه مستحيل. لا ده انا اسهل ناس اقدر ادير الموضوع ده اللجنه اللي موجوده. لا لان المفروض انا ماليش فواتير انتخابيه ومش جاي في انتخابات، فبالعكس ده انا قراري فير وقراري لصالح العام. انت عايز تقول انا اقول لك ان في فواتير؟ لا طبعا في ناس. انا اقصد بشكل عام يعني المفروض طالما انا جاي لهدف معين ومش نازل انتخابات، اسهل قرار هو قرار الشخص اللي مجرد من اي فواتير. ده حساباتنا اللي انا وانت بنتكلم بيها على الترابيزه، لكن في حسابات تانية بتحصل احنا ما نعرفهاش ومعروفه في الوسط على فكره. لا كل حاجه ليها حسابات، كل حاجه ليها حسابات، ومحدش منزه زي ما انت عارف وانا عارف. فما يعني الكلام ده كان المفروض لو انت لو بتقيس الامور بشكل طبيعي، دي لجنه معينه من الفيفا المفروض بتتقاضى راتب على
عملها المفروض ان هي لا تخضع لاي صوت عالي ولا تخضع لاي ضغوط ولا تخضع لاي حد يزعل. اللي يزعل يزعل طول ما انت ماشي باللوائح والقوانين ازعل، اي حد يزعل من قراراتك يزعل، لكن طول ما انت بتحاول تسترضي الكل محدش هيرضي الكل، خاصة لو في جزء من الكل بيزعل حتى لو كمل حقه وعايش دايما طول عمره في حتة المؤامرة الكونية هيزعل ويفضل يزعل. طبق النظام واللي يزعل يزعل حتى لو كان مين، ايا كان مين هو. مزبوط. طبق النظام، تفتكر النادي بحجم النادي الاهلي لو طبقت النظام هيزعل اطلاقا؟ بس ده كل بياناته بتهدف للصالح العام وللنظام بس. فانت بس محتاج نظام وتفكير. بص حتى للناس يعني احنا على فكره هو جه مش كان مرتب، احنا هنتكلم عن اتحاد الكوره، ولكن هما لابد انك في كل الاوقات تتكلم عنه. هو شغل اتحاد الكوره مرتبط، هو مرتبط بكل شيء في الوسط الرياضي ووسط الكوره. يعني ده هو السؤال اللي خلانا نطرح الموضوع لما الاتحاد فيه غير مواعيد مبارياته في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. ده السؤال اللي خلانا نطرح فعلا، يا جماعه فين الجدول، فين جدول الدوري؟ ده بالعكس الانديه الماتشات الافريقيه اتسكنت مواعيدها، فبقى عندك فراغات تعلن المباريات. طب مستني ايه؟ الكابتن سيد طرح سؤال مهم جدا، والسؤال ده هنحس بقيمته لما يعلن الجدول، لما قال لك المباراه الجايه مع مين. لو مجدي عبد العاطي كمان قالها. استنى ده مجدي لما سال على السوشيال ميديا الجدول اتبعت له. لا ده مجدي كابتن مجدي عبد العاطي لما سال على السوشيال ميديا ودخل معاه عضو مجلس اداره الكابتن احمد عبد الله، ودخلوا في وسط هزار على الموضوع. يعني هو كان بيقول لهم يا جماعه انا هلعب الماتش الجاي مع مين، فقال له احنا لسه بنفتح ونرش، قصص كده طويله بالزبط. مش مكانها. حتى قال له في الاخر انت محسسني كابتن مجدي، بيقول له انت محسسني انت هتقول لي اطلع امضي الجواب من عند مدام سوسن. قال له ما عندناش سوسن تقريبا، عندنا ام محمود. عندهم ام محمود، ربنا يخليها يا رب. استاذ خالد التريفي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا. ومتفائل بكره طبعا ان شاء الله. دايما النادي الاهلي بيعودنا ان احنا لازم تكون مراهن عليه وانت مطمن، لان النادي الاهلي جدير انك تراهن عليه. انا متفائل وجمهور النادي الاهلي متفائل، والتفاؤل مش نتيجه مباراه على فكره، لا التفاؤل ان في مشروع الحمد لله ماشي في اطار ايجابي جدا، ومجرد بس ما حد فكر ان يعمل هزه صغيره رد فعل الجمهور كان عظيم جدا خلال الساعات الاخيره، حرصا على المصلحه الجماعيه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بشكر زميلي العزيز الناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في الشروق، ودايما نلتقي بيه على خير خلال الفتره القادمه. وكل مشاهدي قناه الاهلي بشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ودايما خلي عندكم ثقه في كيان النادي الاهلي، في اداره النادي الاهلي، في لعيبه النادي الاهلي، في الجهاز الفني بقياده ريني فايلر، ودايما هنكون معاهم لغايه المحطه الاخيره. وباذن الله المحطه الاخيره نهايه شهر مايو، نهايه دوري ابطال افريقيا، ولما لا يا رب خلال الساعات الجاية يكون النهاية على استاد القاهرة الدولي في ظل مفاضلة ما بينه وما بين مركب محمد الخامس في كازابلانكا إن شاء الله خلال الساعات القادمة. كل التوفيق للأهلي في مباراته غدا مع النجم الساحلي، والتقي بكم على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة.